أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة المحلية. البداية بالشأن الأمني، حيث فككت مصالح أمن ولاية طهران جماعة أشرار مختصة في تزوير الأوراق النقدية على المستوى الإقليم الوطني، حيث تم حجز أزيد من 16,000 أورو من فئة 50 أورو مزورة بدقة عالية. التفاصيل في ميكروفون سارة فرندية. تمكنت مصالحنا لأمن ولاية وهران إثر تحرية معمقة باشرتها بعد استيفاء الإجراءات القانونية مع الجهات القضائية من إحباط عملية إغلاق السوق الوطنية بمبالغ مالية من العملة المزيفة فئة 50 أورو تتصف بالدقة العالية في التقليد، إذ لا يمكن اكتشافها بالعين المجردة وحتى من طرف بعض الجهات المالية. العملية مكنت من توقيف 5 أشخاص من بينهم أجنبية تراوح معدل أعمارهم بين 30 سنة إلى 55 سنة، يشكلون شبكة دولية مختصة في تزوير وتقليد الأوراق النقدية ذات السعر القانوني.